عروض الثوب الابيض. اليوم جاي الثوب الابيض احد مراكز الخياطه الرجاليه الراقيه، بدات في الرياض عام 2001 قبل 20 سنه. عندهم في الرياض الان 13 فرع، ولهم فرع واحد خارج الرياض اللي هو اللي في الخبر اللي انا فيها الان، رقم 14، فرع رقم 14 في الخبر شارع الملك عبد العزيز التقاطع العاشر. بوضح لكم الموقع، بس الموقع تقريبا واضح في الخبر، شارع الملك عبد العزيز التقاطع العاشر. الإشارة هذه معروفة عند الكوبري. ما شاء الله تبارك الله، المعرض كبير المساحة هنا وعلى زاوية، وفي تصاميم كثيرة من المدرات الثياب، تقدر تختار اللي يناسبك. الفرع هنا ياخذ مقاسك ويرسلها للمصنع في الرياض، مصنع الثوب الأبيض، فيقصونها قص إلكتروني، يعني نسبة الخطأ نادرة جدا جدا جدا. هذه إحدى المدرات المعروضة هنا في المعرض، زي ما تفكر اختر موديل جاهز، قل سوي لي زي هذا بالضبط. طبعا مدرات كثيرة هنا موجودة، تبي تختار اللي يناسبك. تطريز والأزرة المعدنية عليها خصم 50%، وعندهم عرض 4 ثياب 999 ريال، والثوبين ب 550 ريال. طبعا الثوب الأبيض معروف ثيابهم ما تقل عن 300-350 ريال. كل أقمشتهم يابانية خاصة فيهم، يعني أقمشة مرقبة ما تلقاها في السوق. مصنع الثوب الأبيض في الرياض يضم عدد كبير جدا من الفنيين ذوي الخبرة الخياطين وأحدث معدات الخياطة، ولضبط الجودة والمقاسات يتم قص الثياب إلكترونيا، عندهم مقص إلكتروني. عندنا لفت نظري هنا في الثوب الأبيض أن الخامات اللي عندهم كلها أقمشة يابانية، ما عندهم أقمشة غير يابانية، كلها خاصة فيهم. ثاني شيء يعني ما تلقاها في السوق، يعني تعال دور القماش هذا، شوف هذا خامته، الخامات اللي عجبتني عندهم، هذا خامته ما تلقاها في السوق، كلها مرقمة برقام خاصة في الثوب الأبيض. الأقمشة اللي عجبتني عندهم في من الأبيض في من السكري، للمعلومية العرض يقدرون يشتركون فيه اثنين، يعني مو شرط انك تجي تاخذ الثوبين ب 550 او تاخذ 4 ثياب 999 ريال، يقول الاثنين يشتركون في العرض. تعطيني يا شيخنا الاقمشه الثقيله اللي عندكم، شوف هذا القماش الثقيل اللي يحبون الثقيل، هذه اقمشه واقفه، اقمشه الواقفه منها مسكري منها لون الابيض الله يسلمك في هذا الشكل. هذه مش موجوده اللي في الثوب الابيض صح؟ عروضهم بعد الازره المعدنيه والتطريز على خصم 50%. هذه بعض الأشكال اللي عندهم من الأزرة، وعندهم تركيبات الجيب بعد خصم 50% بالإضافة إلى التطريز. العروض اللي في الثوب الأبيض إلى تاريخ 3 أكتوبر، والأسعار تشمل الضريبة. راح أختار بس كذا موديل هنا نعطي صور ثابتة، اللي يحب يسوي زيها أو يفصل زيها. شوف الثوب هذا، خلنا نقرب شوي لأن في تفاصيل هنا ما تبين إلا عن قرب. يحبون التطريز الخفيف، يكون جنب واحد مثل هذا الطريقة هذه، أو اللي يحبونه من جنبين مثل كذا. ناب الشرقية مع سعد الدوسري.